محفل دولي مهم جدا بيلتقي فيه كل رؤساء الدول ورؤساء حكومات الدول، ودي بتبقى فرصة جيدة جدا ان يحصل اولا لقاءات على هامش اجتماعات الجمعية العامة كما حدث، او عقد اجتماعات ذات صلة بموضوعات اللي بتهتم بيها الأمم المتحدة كل عام. يمكن السنة دي كان في موضوعين مهمين جدا سيادة الرئيس شارك فيهم. الأول يعني كان عن موضوعات الطاقة وربطها بالتنمية في أفريقيا، وده يعني كان مع الرئيس الفرنسي أيضا في ذات الوقت. والموضوع الثاني اللي أفرض لي مساحة برضو وقال في كلمة كان عن موضوع الإرهاب، وده بيشغلنا جميعا، بيشغل العالم كله طبعاً. يعني دي مش قضية، أنا عارف أنها قضية بتشغلنا إحنا في مصر في المغرب، لكنها قضية تشغل العالم كله. ومن هنا أقدر أقول إن مصر لما بتشارك في مثل هذه الموضوعات على مستوى رئاسي، مش الهدف منه إن أنا بروح أعرض مشاكلي فقط، ولكن أنا الهدف منه كمان بيكون أنا بعرض، وده النقطة المهمة جدا، أنا بعمل إيه للمجتمع الدولي، أنا شريك أساسي في المجتمع الدولي، أنا موجود في منطقة عليها علامات استفهام كبيرة، فيها حالات يعني أقدر أقول إن للأسف، وأنا أبقى آسف أنا أقول كده، أنا فيها بؤر إرهابية بشكل أو بآخر، لدرجة إن العالم بينظر لهذه المنطقة بشيء من الخوف. صحيح. ولذلك لما رئيس الدولة يذهب إلى هناك ويشارك في هذا المؤتمر، فيها جزء بينقل الصورة كيف لمصر أنها بتواجه مثل هذا الخطر، بينقل رسالة تانية للعالم كله بأهمية التضامن والتكافل والتضافر في الجهود علشان نواجه هذا، وبينقل رسالة مهمة ثالثة بيقول أن مصر من خلال موقعها في العالم ومن خلال موقعها في منطقة الشرق الأوسط شريك أساسي للمجتمع الدولي في محاربة هذه الظاهرة.